أهلا بكم مشاهدينا، هذه نشرة الأخبار من قناة وطن، والبداية مع العناوين. الإطار التنسيقي يجدد رفضه لمخرجات الجلسة الأولى للبرلمان. الكاظمي يزور النجف ويترأس اجتماعا مع الدوائر الخدمية في المحافظة. إصابات كورونا تتجاوز 2000، والصحة تدق ناقوس الخطر. إطلاق سراح الناشط ضرغام ماجد بعد احتجاجات في عدد من المحافظات. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد الإطار التنسيقي على المضي لتقديم اعتراض إلى المحكمة الاتحادية على ما وصفها بالخروق القانونية والدستورية التي رافقت الجلسة الأولى للبرلمان والتي انتخب فيها هيئة رئاسية جديدة. وفي بيان الإطار عقب اجتماع عقده قادته في منزل همام حمودي، شدد على أن الحوار الصريح المباشر الملتزم بالأهداف والمشتركات الوطنية هو الخيار الأسهل والأسرع في تجاوز الأزمات وصياغة الحلول طويلة الأمد وفقا للبيان. استغرب ائتلاف دولة القانون إحالة رئيس السن محمود المشهداني إلى لجنة السلوك البرلمانية، لافتا إلى عدم وجود مبررات توضح الأسباب الحقيقية التي دعت إلى اتخاذ هكذا قرار. وبين عضو الائتلاف وائل الركابي إن بعض الخلافات داخل المكون السني قد تكون أحد الأسباب التي دفعت رئاسة البرلمان إلى اتخاذ هكذا قرار، إضافة للخلافات بين المتنافسين على منصب الرئاسة. هذا وقد لاقت جلسة البرلمان الأولى وما حدث فيها من مخالفات ومشادات ردود أفعال سلبية في الشارع البابلي. تفاصيل أكثر مع الزميل علي ياس. النارية وبالزي العربي الممزق شارك أعضاء مجلس النواب الجدد في جلستهم، مشهد لم يلقي اهتمام المواطنين في بابل بقدر ما تحدثوا عن أهمية أن يعمل البرلمان الجديد على تصحيح الأخطاء التي شوهت حال البلاد. هذا فيما انتقد البابليون الأجواء التي سادت الجلسة الأولى، خاصة الاعتداء على رئيس السن محمود المشهداني. يعني أنه الباحة اللي شاهدناها بصراحة الجلسة يعني ما كنا متوقعيها، يعني عباره عن فوضى، يعني هاي ما كنا متوقعيها. يعني انتم الناس اللي كنا منتظرينه جلسات تنزيل قرارات ونشوف قرارات اللي كانت الناس منتظره من عندكم، انه احنا صراحه ما تفاجئنا انهم شفنا هالفوضى هاي. احنا نريد جلسه اخلاقيه، ما يصير هيك زي الناس منتظره من عندكم، منتظره من عندكم انه اخبار تنزل الى يعني للناس، اخبار زينه، قرارات مفيده باتجاه الشعب. احنا كافي بعد تعبنا ترى كشعب كجماهير تعبنا، ما يصير احنا نريدكم تنظرون بصوره صحيحه. يعني خاطر الله تعال شوف، نزل شوف الشوارع، شوف البنيه التحتيه مالتنا، يعني بنيه مهلوكه، شوارع مفلشه، بنيه تحتيه كلها نقاب، التراب بكل مكان، النفايات بكل مكان. انت بعد هاي شوف انت الاول ما يصير، شوف هيك الشعب طبعا بعد هو هي تصير، ما يصير هيك، ما يصير تقعدوها كلها تنعكس على الشارع. كنا نتامل بالامس، كنا بننتظر لمدة أيام يعني أيام عديدة أنه تبدي الجلسة الأولى مجلس النواب الجديد، وكنا نتأمل أنه راح تنحل مشاكلنا، راح تنحل البلد، راح يطببون البلد إلى مرحلة جديدة. وكنا نترقب من على شاشات التلفزيون ومن خلال القنوات الفضائية، لكن مع الأسف اللي شفناه حقيقة صابنا بالإحباط الشديد، لأنه
يعني كل النواب اللي مو كلهم وإنما أغلبهم فضلوا المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، وكنا نتأمل الغير يعني. مراقبون أكدوا أن على الكتل السياسية وممثليها من أعضاء مجلس النواب ترك الصراعات فيما بينهم وتغليب المصلحة العامة على مصالحهم الشخصية وتصحيح المسار السياسي في البلاد بشكل عام، مؤكدين أن الجلسة الأولى لم تكن بداية موفقة وربما تنذر بعواقب وخيمة. على كل الكتل السياسية الموجودة داخل مجلس النواب الجديد أن تغلب المصالح العامة على المصالح الشخصية، أن تتبع السياقات القانونية. جلسة مجلس النواب الأولى خارجة من السياقات القانونية باعتبار أن رئيس السن قد رفع الجلسة، بالإضافة إلى الاعتداء الذي تعرض له رئيس السن، هذا أيضا سابقة خطيرة لم تحدث في كل برلمانات العالم، بالإضافة على يعني برلمانات العراق تحديدا بشكل عام على مر تاريخه لم تحدث هكذا ضجة مثل ما حصلت يوم أمس في الجلسة الأولى. فبالتالي على كل الكتل السياسية أن تعيد حساباتها، أن تضع نصاب عينها مصلحة الوطن، مصلحة البلاد، أن تعمل على تصحيح المسارات السياسية الاقتصادية الأمنية الاجتماعية التي شهدها العراق، حتى يمكن أن يتفاخر، حتى يمكن أن يشعر الناخب العراقي بشكل عام بالارتياح لما أنتجته الانتخابات من نخبة سياسية نستطيع القول أنها تفكر في مصلحة الشعب فيما لو صححت المسار داخل أو تحت قبة البرلمان. البرلمان العراقي بدأ أولى جلساته بما يشبه الحفلة التنكرية، ثم تحولت الجلسة إلى صراع أخرجها عن سياقاتها القانونية، ومن المرجح أن تعاد من جديد ويتم إبطال جميع نتائجها الحالية. من محافظة باب العلياس، قناة وطن الفضائية. قال النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود إن الاعتراض على انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب يعود إلى الآلية وليس على الأشخاص. وأضاف الصيهود أن ما حصل في الجلسة يفقد الثقة بالعملية السياسية، كما رجح بت المحكمة الاتحادية بعدم دستورية الإجراءات التي اتخذت واتبعت في الجلسة الأولى للبرلمان. وانتقد الخبير القانوني طارق حرب قرار رئاسة البرلمان بإحالة النائب محمود المشهداني على لجنة السلوك النيابي. وقال حرب إن القرار مبهم لعدم توضيح المخالفات التي ارتكبها المشهداني خلال ترأسه الجلسة الأولى لمجلس النواب بصفته الأكبر سنا بين الأعضاء، مشيرا إلى أن ذلك يعد بمثابة اتهام. كشف عضو ائتلاف دولة القانون كاظم الحيدري عن اتفاقات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وتركيا على تسليم محافظة كركوك إلى الحزب الكردي مقابل أن يجري تسليم ملف إعمارها إلى الشركات التركية. الحيدري أشار لأن هذه الخطط تجري مباركة خليجية لاستحواذ أنقرة على المشاريع في المحافظة وفقا لاتفاقيات على تقسيم ما وصفها بالمغانم العراقية فيما بينهم حسب قوله. ونفى الحزب الديمقراطي الكردستاني تنازله عن منصب رئاسة الجمهورية لصالح الاتحاد الوطني. وقال القيادي بالحزب هوشيار زيباري في منشور على فيسبوك إن هذه التقارير بعيدة كل البعد عن الحقيقة وغير صحيحة جملة وتفصيلة. وأشار لأن هذا الموقع السيادي مهم جدا للعراق ويحتاج إلى توافق كردي.
وحول ملف الخلافات الكردية وترشيح منصب لرئاسة الجمهورية، معنا عبر سكايب المحلل السياسي أثير الشرح. أهلا بك أستاذ أثير. أهلا عزيزتي، تحية لكم، مساء الخير. أهلا بك. بداية، هل هناك توافق كردي على اختيار برهم صالح بمنصب رئاسة الجمهورية؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم مرة ثانية، تحية لمشاهديكم ومتابعيكم الأفاضل. يعني كان في بداية الأمر كان هناك تقارب في وجهات النظر بين البارتي واليكتي على ترشيح أو إعادة ترشيح الدكتور برهم صالح لرئاسة الجمهورية، لكن يبدو أن هناك فعلا يعني هناك تدخلات خارجية، هناك إرادات ربما لا ترغب بتجديد الولاية للسيد برهم صالح لعدة أمور. الآن أنا يعني سمعنا فعلا وقلنا قبل فترة بأنه هناك خلافات بين البارتي وبين اليكتي، الحزب الديمقراطي الكردستاني وأيضا الاتحاد الوطني الكردستاني، بأنه المنصب هو ربما سيكون لصالح الأخوة في الحزب الديمقراطي الكردستاني، أي لصالح البارتي. لكن لم يكن هناك توافقات، خصوصا بعد زيارة السيد بافل طالباني إلى بغداد. أعتقد أن الآن المشكلات تتفاقم، ويعني هناك ربما موقف كردي عربي بهذا الشأن، وهناك دعم عربي لموقف في البارتي حيال أنه المنصب لربما يكون لشخصية من البارتي خلال هذه الدورة. لذا يعني هناك ربما مساعي تبذل خارجية وداخلية لسحب يد سيد برهم صالح، وطبعا هو كان لحد قبل فترة هو المرشح الوحيد، لكن يبدو أنه هناك فعلا عدة مرشحين سيدخلون حلبة التنافس، وسوف أيضا يطرح أسماءهم خلال جلسة التصويت على منصب رئاسة الجمهورية. نعم أستاذ أثير، كما شهدنا ولاحظنا أن الجلسة الأولى للبرلمان العراقي شهدت خلافات عند اختيار رئيس البرلمان، هل سيؤثر ذلك على قرارات بعض الكتل السياسية خلال جلسة التصويت على مرشح منصب الجمهورية يا ترى؟ لا، هذا الأمر يختلف. يعني رئاسة الجمهورية ربما سيدخل كل النواب مهيئين، خصوصا يعني نحن شاهدنا أنه 200 نائب صوت لصالح السيد الحلبوسي، 14 نائب صوت لصالح السيد المشهداني، وهناك أيضا 14 لم يصوت أو باطلة. لذا يعني أعتقد أنه لن يتكرر نفس السيناريو، على اعتبار أنه هناك يعني إجماع وهناك تفاهم مسبق بين الكتل السياسية التي ستصوت على منصب رئاسة الجمهورية. يعني ربما نلاحظ أن هناك أصبحت مشادات، لكن أنا أعتقد أنه منذ الآن حسم منصب رئاسة الجمهورية وحتى منصب رئاسة مجلس الوزراء أو الحقيبة التنفيذية أو السلطة التنفيذية، يعني كل الأمور تجري على قدم وساق، ويبدو أنه فعلا يعني هناك اعتراضات على الرئاسات الثلاث، لكن يبدو أنه يعني السلطة التي تنوي التحكم بمقود القيادة أقوى من سلطة الاعتراض، لذا كل الأمور ستجري بما تشتهي سفن الكتلة الأكبر أو من حصد أكثر المقاعد داخل قبة البرلمان. نعم، هناك حديث أو أنباء حول وجود خلاف بين الحزبين الكرديين حول الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية وأيضا محافظ كركوك، ما هي صحة هذه الأنباء؟ نعم، شوفي الاختلافات موجودة ليس الآن، منذ أمد بعيد. يعني هذه الاختلافات بوجهات النظر أو خلافات هذه يعني لم تنتهي، خصوصا أن الحزبين الرئيسيين هما من يقودان يعني مقود القيادة، أو مثل ما نقول القيادة يقود في إقليم كردستان، يعني سليمانية وأربيل ودهوك. لذا يعني هذه المناصب يعني الكل يريد وفق استحقاق. الآن نعلم أنه السيد مسعود برزاني هو من يتحكم بكل شاردة واردة، على اعتبار بأنه البارتي هو حصد أكثر عدد من المقاعد، وأيضا هو يعني الرجل يقود إقليم كردستان. أيضا كانت هناك خلافات بين أروقة اليكتي الاتحاد الوطني، طبعا هذه الخلافات أثرت كثيرا عن مصدر القرار داخل اليكتي. لذا أصبحت هناك يعني أوضاع سياسية هشة داخل الأخوة في حزب اليكتي، والآن يبدو أن القرار فعلا هو بيد السيد مسعود برزاني. إن الشخصية يختارها السيد مسعود برزاني هي من ستتماشى مع كل الرغبات، وأعتقد أنه الآن يوجد شخصيتين مطروحتين على يعني للترشيح لرئاسة الجمهورية بالإضافة إلى الدكتور برهم صالح. هناك سوف يكون هناك ثلاث شخصيات أثناء يعني التصويت على منصب رئاسة الجمهورية. نعم، المحلل السياسي أثير الشرح، شكرا لك.
أهلا بكم من جديد. أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي رفضه مخرجات الجلسة الأولى للبرلمان بدورته الجديدة. المالكي وخلال استقباله لرئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي أشار إلى ضرورة الحفاظ على المصلحة الوطنية وديمومة الحوار بين الأطراف السياسية بعيدا عن الخلافات والفوضى من أجل مواجهة التحديات التي تمر بها البلاد. ترأس مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي اجتماع الأول للفريق الأكاديمي الساند لإعداد استراتيجية للأمن الوطني الجديدة. وبحسب البيان فإن الاجتماع جاء لتطوير مسودة الاستراتيجية الأمنية الوطنية الجديدة والعمل الجاد لتفعيل تنفيذها وتحقيق أهدافها. هذا ووجه الأعرجي اللجنة بإدامة التواصل مع المشاركين في الاجتماع وتوسيع نطاق العمل والاستشارة والاستفادة من خبراتهم العلمية. أكد النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي على عدم السماح بتعطيل الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان. الزاملي قال إن هيئة الرئاسة ستضع حدا لمسألة غياب النواب عن الجلسات وأنها ستولي اهتماما كبيرا لإقرار القوانين المعطلة التي تهم المواطنين وتسهم في بناء البلد ومحاربة الفساد. بكم إلى الملف الصحي، حيث أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيلها 2037 إصابة وشفاء 181 شخصا ووفاة 5 حالات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية. وبحسب البيان فإن الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد بلغ عددهم 68456 شخصا. وفي سياق صحي متصل، أصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية مقررات عدة لمواجهة فيروس كورونا. ومن بين المقررات إلغاء استثناء المعتمرين من شرط إبراز البطاقة الدولية للتلقيح وإلزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بالوزارة والمحافظات والمؤسسات غير الحكومية كافة بأخذ اللقاحات والابتعاد عن الملامسة، فضلا عن إيقاف تزوير بطاقات اللقاح. هذا ونفت وزارة الصحة شمول جميع المواطنين بالجرعة الثالثة للقاح المضاد لكورونا. المتحدث باسم الوزارة سيف البدر قال إن هناك فئات محددة مشمولة بتلقي تلك الجرعة ككبار السن والمصابين باعتلالات مناعية ومن هم على تماس مباشر مع المواطنين. وافق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على زيادة الحصة الوقودية لمحافظة النجف. وأكد الكاظمي خلال اجتماعه الموسع مع الدوائر الخدمية في المحافظة على ضرورة الإسراع في تحديد معالم البلدية القديمة، فضلا عن اهتمام بالمناطق الأثرية كونها جزء من هوية النجف التاريخية. ونبقى في النجف، حيث استغرب مواطنون في النجف من إغلاق الطرق وتعطيل أعمالهم بسبب قدوم الكاظمي إلى المحافظة. وبحسب مقاطع فيديو منتشرة على مواقع التواصل فإن الأهالي أبدوا امتعاضهم من الإجراءات الأمنية المتزامنة مع قدوم الكاظمي إلى المحافظة.
وحول زيارة الكاظمي إلى النجف معنا في الاستوديو عبر سكايب المحلل السياسي أحمد الياسري. أهلا بك أستاذ أحمد. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك. بداية، ما سبب الاهتمام الواضح والزيارات المتكررة للكاظمي لمحافظة النجف وبهذا التوقيت المحدد؟ طبعا هناك القضايا المعلنة اللي هي الفراغ الحكومي التي تعيشه محافظة النجف بعد استقالة السيد وائل العسري المحافظ. فرئيس الوزراء العراقي يعني يحاول أن يطرح نفسه ك يعني مشرف بطريقة لإدارة تفاصيل هذه المحافظة والاهتمام بها بحسب ما من مكتب إعلام رئيس الوزراء العراقي السيد الكاظمي. نعم. هذا المعلن، ولكن غير معلن الحقيقة قراءاتنا السياسية. أنا أعتقد اهتمام الكاظمي بالنجف لأهمية النجف ليس الأهمية التاريخية أو أهمية حضوره بتشكيل المشهد السياسي العراقي فقط، وإنما لحضوره الحالي. يعني اللقاء بصدر في الخميس الماضي، هو طبعا خلال اسبوع عزل زيارتين للنجف. فأنا اعتقد هي لترتيب الاوراق ولحصول السيد الكاظمي على يعني ثقه النجفيين. يعني السيد مختار الصدور ربما هناك تواصل مع المرجعيه النجفيه، انا لا اعرف، ولكن اعتقد انه هي طموح السيد الكاظمي في ترتيب اوراق الخطوه القادمه بعد انتخاب السيد الرئيس المجلس النواب الحبوسي والتمهيد لخطوة انتخاب رئيس الجمهورية. هو يحاول أن يحظى بدعم النجف، لأن المرحلة القادمة ستكون للنجف. ستكون النجف هي كلمة سر. نعم أحمد. إذن وتعليقا على حديثك هذا، زيارة القاظمي إذن لن تقتصر على الاجتماع مع مدراء الدوائر الخدمية، بل أن هناك أمورا أخرى. مبدئيا ما هذه الأمور ربما تكون؟ تحليلنا أن الحقيقة ليس لدي معطيات، يعني سوى ما أعلن مكتب رئيس الوزراء على أن الزيارة متعلقة بدعم الجوانب الخدمية والإدارية بعد استقالة المحافظ وإعادة حالة الثقة الحكومية التي يعني افتقدها شارع النجف في الفترة الأخيرة في فترة الصدام مع محافظ النجف. هذا المعلن، ولكن قراءاتنا، أنا قلت لجنابك، أنا أعتقد أن السيد الكاظمي يعتقد أن النجف ستكون هي كلمة سر تشكيل الحكومة. وجود مقتدى الصدر زعيم تيار الصدري ومشروع مقتدى الصدر في مشروع الأغلبية، التناقض الحاصل في الحالة السياسية الشيعية، كل هذه التفاصيل تجعل النجف وجهة ذات أهمية في التوقيت الحالي للسيد الكاظمي الذي يطمح للحصول على ولاية ثانية يعني تؤهله لإدارة المرحلة القادمة. ولذلك هنا كلمة سر، هنا تكمن أهمية النجف على المستوى يعني على المستوى السياسي. فانطلاق يعني انطلاق تشكيل بحسب وجهة نظري تشكيل الحكومة في هذه المرحلة سوف لن يكون بغداديا وإنما سيكون نجفيا. ولذلك يحتاج كل السياسيين الى النجف، ليس فقط الكاظمي. انا اتوقع ان تقوم بعض الكتل السياسيه الاخرى من الجوانب المتعدده الكرديه والسنيه. نعم استاذ احمد. وقوى الاطار ايضا ممكن ان تقوم بزيارات النجف. انا اعتقد ان النجف ستتحول الى قبله سياسيه في المرحله القادمه. نعم. عذرا المقاطعه، برايك او هل تعتقد انه سيتم اختيار محافظ جديد للنجف في الآن في حكومة الكاظمي الحالية، أو ربما سيتم تأجيل الأمر إلى الحكومة الجديدة؟ زيارة السيد الكاظمي وأخذه زمام المبادرة لا تشير إلى أن هناك يعني تهيئة لكي يكون محافظ حاليا. أنا أعتقد أنه ممكن أن تمتد إلى المرحلة القادمة لا تشكيل الحكومة، إضافة إلى أنه الأمر هو متعلق بالحكومة المحلية بالنجف وأهل النجف أدرى بشعاب هذه المدينة وأدرى بشخصياتها. طبعا أنا أشعر بحالة من الفخر أنه أحلل حدث متعلق بالنجف، يعني أنتمي لهذه المدينة وأعتز بانتمائي، فأشعر بفخر على المستوى الشخصي لقراءة السياسية لهذه المدينة وتفاعلاتها.
فأعتقد أن النجفيون سيكون لهم الكلمة الفصل في تحديد المحافظة القادمة، ولكن بإشراف وزارة الحكومة العراقية. حضور السيد الكاظمي، السيد الكاظمي يحاول أن يستغل حالة الفراغ السياسي النجفي في هذا التوقيت لكي يتقرب أكثر من دوائر صناعة القرار السياسي القادم أو تشكيل الحكومة القادمة الذي كما قلنا سينطلق من النجف. فهذه يعني يضرب يعني يحاول أن يحصل على مكاسب، يملأ الفراغ السياسي الحكومي وبنفس الوقت يرتب أوراقه مع القيادات النجفية التي تمتلك حضورا سياسيا وبرلمانيا. نعم، نتمنى كل الخير لمحافظة النجف ولكل المحافظات العراقية، وكل الشكر لك أستاذ أحمد كل ياسر. كل المحافظات العراقية أنا أنتمي منها، ولكن خصوصية النجف تبقى أنها مدينة تمثل العراق جميعا. نعم، أهلا بك، شكرا لك. مشاهدينا أهلا بكم من جديد. أعلنت هيئة الحشد الشعبي عن ضبط مخبأ لداعش يحوي مقذوفات حربية وعتاد في كركوك. وقالت الهيئة في بيان إن قوة اللواء 56 بالحشد الشعبي نفذت عملية دهم وتفتيش شملت عدة أهداف مرسومة ضمن قاطع المسؤولية في كركوك، مضيفة أن العملية تمت وفق معلومات استخباراتية لملاحقة بقايا داعش وتدمير مخابئه في أطراف قرية العاقولة. وأسفرت عن ضبط مخبأ يحتوي على عدد من المقذوفات الثقيلة بالإضافة إلى كميات من العتاد الثقيل. وفي السياق الأمني ذاته، أفاد مصدر أمني باستهداف رتل تابع للتحالف الدولي على الطريق السريع قرب الديوانية. وقال المصدر إنه تم استهداف رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي على الطريق السريع قرب محافظة الديوانية، مشيرا إلى أن العملية استخدمت عبوة ناسفة وأسفر عن إلحاق الأضرار بإحدى الناقلات. أحبطت القوات الأمنية محاولة لهروب المتهم بقضايا ابتزاز صباح الكناني. وقال مصدر مطلع إن المبتز صباح الكناني حاول الهروب من مستشفى النعمان خلال تلقيه العلاج. هذا وكان الكناني قد تم اعتقاله منذ عدة أشهر على خلفية تهم بالابتزاز والرشوة لأحد المدراء العامين في وزارة الصناعة. وفي الملف الاقتصادي، توقع البنك الدولي أن يشهد العراق أعلى نمو اقتصادي بين الدول العربية خلال العامين الحالي والقادم، محذرا من استمرار الاعتماد على الاقتصاد الريعي. وقال البنك الدولي في تقرير إنه من المتوقع أن يشهد العراق نموا بنسبة 7.3% هذا العام، وذلك بعد انخفاض في معدل النمو للعام الماضي قارب 16%. وأشار التقرير إلى أن العراق سيحتفظ بنسبة النمو المرتفعة خلال العام المقبل أيضا. شهدت بعض المحافظات بينها بغداد احتجاجات على خلفية اعتقال الناشط ضرغام ماجد في محافظة بابل. وقام محتجون في الناصرية مركز محافظة ذي قار بإغلاق تقاطع البهو بالإطارات المحترقة احتجاجا على اعتقال الناشط ضرغام ماجد، مطالبين بالإفراج عنه فورا، فيما رفع متظاهرون شعارات أدانوا فيها ما وصفوه بعملية تكميم الأفواه.
وفي سياق متصل، تم إطلاق سراح الناشط ضرغام ماجد من قبل شرطة المحافظة في بابل بعد ساعات من اعتقاله. وجاء اعتقال ماجد بعد يوم من نشره فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبر مسيئا لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي. فيما قالت مصادر مطلعة إن أمر إلقاء القبض بحق الناشط ضرغام ماجد صدر من محافظة الأنبار وليس من محافظة بابل. لا تزال محاولات تكميم الأفواه مستمرة ضد ثوار العراق بسبب انتقادهم الأحزاب الحاكمة الفاسدة والفاشلة، وتعمل السلطة القضائية بمجاملة الأحزاب في تلبية دعاويها الكيدية ضد ثوار العراق، وكان آخرها إصدار أمر بحق الثائر ضرغام ماجد. لذا نمهل السلطة القضائية 24 ساعة لغرض إطلاق سراح دكتور ضرغام، وفي حال عدم إطلاق سراحه سيكون لنا تصعيد لا يحمد عقباه، وقد أعذر من أنذر. الرحمة والخلود بشهداء تشرين، الشفاء العاجل للجرحى، والحرية لسجاد العراقي. عاش العراق! عاش العراق! وختام النشرة سيكون مع محافظة البصرة، حيث يشهد كورنيش البصرة تجاوزات أصحاب البنايات والمقاهي، وبشكل أصبح مشوها للمنطقة التي تعتبر واحدة من المناطق التي يرتادها المواطنون لقضاء أوقاتهم. مزيد مع تقرير علي نعيم. متنفس وكورنيش البصرة الذي ينتظره المواطنون بشغف كبير لكي يكون مكانا لإزالة الطاقات المتراكمة من المشاكل السياسية والعائلية، ولكن يبدو أن هذا الجمال سيكون مشوها من قبل بعض التجاوزات. يعني بداية احنا اليوم كل احنا نطالب من الجهات الحكومية ان تقوم بإنشاء اماكن ترفيهية لأهالي محافظة البصرة اللي تفتقر لهذه الاماكن يعني بصورة عامة. فبالتالي لما اليوم يكون اكو انشاء تكون اكو عراقيل، يعني بحسب دائرة المهندس المقيم اللي منفذي المشروع انه اكو تجاوزات اليوم على الكورنيش يجهلون عائديتها لمنو، فبالتالي صعب ازالتها بدون ما يكون اكو انذار لهم، وبنفس الوقت جاي تكون عائق امام المشروع. فبالتالي يعني انه اذا اليوم اعرف هذا التجاوز لمنو مثلا اي تجاوز، اذا ما اخذ بالانذار وقام بالازاله خلاص يعني انفذ القانون وانفذ القرار اللي صادر بالاجازه والعفو بالازاله وينتهي الموضوع. انا مع ازاله التجاوزات، لكن اكو عوائل هو مو من حق العائله، يعني بصراحه نحكيها، يعني احنا بزمن النظام السابق ما كان واحد يتجاوز على هذا يعني املاك الدوله، والله خربا جماليه بصراحه الكورنيش. المواطنون بدورهم طالبوا بازاله التجاوزات العالقه، وطالب اخرون باعاده هيكليه البنايات من جديد لم تتم ازالتها. أما الشركة المنفذة للمشروع فقد وجهت الكتب الرسمية لمديرية التجاوزات بصدد إزالة هذه الأماكن، ولم تأتي الإجابة لغاية الآن، وذلك على حد قولهم. بالنسبة للشركة خاطبت الجهات المعنية ذات العلاقات، وبالنسبة للمقطع الجنوبي بلغنا شعب التجاوزات، لحد الآن الرد ما وصل لنا. بالنسبة للمقطع الجنوبي متوقفين منذ شهر على مباشر بالاعمال مالته، بس لحد الان لم يزال ولا كشك ولا تجاوز. يعني كل شيء عبثي، فان افضل المحافظه ان ترتب هذا الشيء، حتى وان شالت النصح منظر قد حتى يعيقن لهن اثار سلبيه على الشاط، لكن يجب المحافظه تتدخل ان تسوي هي تدعم هذا الشيء. التنسيق بين الجهات الحكوميه واصحاب البنايات والشركه المنفذه للمشروع هو الحل الأنسب للوصول إلى الحلول العاجلة. وتبقى البنايات الحكومية والأهلية عائقا في طريق الوصول إلى كورنيش البصرة وللحفاظ على جمالية هذه المحافظة، فإزالتها بات مطلبا أساسيا من قبل جميع الأطراف. علي نعيم لقناة وطن، مدينة البصرة. إلى هنا ونصل إلى ختام نشرتنا، وتذكير بأبرز العناوين. الإطار التنسيقي يجدد رفضه لمخرجات الجلسة الأولى للبرلمان.
الكاظمي يزور النجف ويترأس اجتماعا مع الدوائر الخدمية في المحافظة. إصابات كورونا تتجاوز 2000 والصحة تدق ناقوس الخطر. إطلاق سراح الناشط ضرغام ماجد بعد احتجاجات في عدد من المحافظات. ختام النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.